هزار، تجارة، تطلب. الشغل وتعب الشغل. الشغل وتعب الشغل؟ ده مفيش أحسن في الدنيا من الشغل. الواحد بيقدر يحقق ذاته ويثبت نفسه. يا بختك. يا بختي. طب ما تنزلي جربي مرة واحدة بس تنزلي الشغل مكاني، وساعتها بقى شوفي هتقولي يا بختك ولا مش يا بختك. ده كفاية إن أنت تستحملي واحد زي رمزي ده. أنا طول عمري نفسي أخرج الصبح وأرجع بعد الظهر. طب ما تخرجي الصبح فعلا، مثلا تروحي تجيبي طلبات البيت وترجعي بعد الظهر، او تخرجي الصبح تودي ياسمين المدرسه ورجعيها بعد الظهر. عارفي عادل، الابحاث الوراثيه الجديده اثبتت ان في كروموسوم خاص بالشغل بينمو ويتطور داخل المراه العامله ويتضاءل ويضمر داخل المراه العاطله. يا سلام، ومفيش كروموسوم للمراه الفاشله؟ لا، الابحاث ما تناولتش النوع ده من النساء. طيب يلا صباح على خير، فين النور بقى؟ مش شبهك. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت ليه دايما بتتجاهل كل طموحاتي واحلامي؟ عشان انام واركز انا بقى في احلامي. على فكره بقى، في اكتر من 50 طلب عمل طلبوني. يا سلام، ايلين رانيا بالاسم يعني؟ اهو متغيبه منذ 4 ايام، متخلفه عقليا، من بيتها يسيبها. انت بتهزر ليه؟ انا بتكلم ان هم طالبين كفاءاتي ومهاراتي. بص هتلاقيني معلمه عليهم بالازرق. وكفاءاتك دي اللي انت متعلمه عليها دي يعني؟ انا مش فاهم، يعني انت مفروض مهتمه بكل حاجه يعني. انت طبختي النهارده يا رانيا؟ لا. اما تطبخي وتعرفي ايه الالتزامات اللي عليكي وتعرفي ان كل حاجه موجوده في البيت دي انت المسؤوله عنها، بقى ساعتها ركزي في الشغل. يعني انت موافق؟ لا انا ما قلتش موافق، انا بقول لك لما تأدي كل التزاماتك ناحيه البيت ابقى ساعتها اوافق. ايوه انا فهمت كده، يعني انا اذا اديت كل واجباتي في الاسره على اكمل وجه من حيث ياسمين والطبيخ والغسيل والنشير وكل حاجه هتوافق ان انا اشتغل. وبما ان انا واثق ان ده مش هيحصل ابدا، ولا هتلتزمي ولا هتشوفي شغل بيتك ولا حاجه، فروحي يا رانيا اشتغلي. يا سلام يا عادل، يا سلام. انت ما تعرفش انت قد ايه افدت المجتمع وساهمت في تطويره خلال ال10 سنين اللي جايين بقرارك. زائد واحد يساوي كام؟ طبعاً 2. فيش حاجة اسمها طبعاً 2، إيه طبعاً دي؟ في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجة، بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. يعني ممكن الواحد يبقى واحدة؟ وممكن كمان يبقى واحدة ونص يا حبيبتي. ما تبوظيش أخلاق البنت وأنا بعلمها. واحدة ونص ده على الدربوك كانتي وبناتك لما ترقصوا. قال لك صحيح، فين بناتك يا مجيدة؟ راحوا فين لغاية دلوقتي ولا مش عارفة كالعادة؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكرة يا مجيدة، أنا مش هقطف الملوخية لوحدي، تيجي تقطفي معايا وإلا ولادك مش هياكلوا النهاردة. هلو إيفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهاردة؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني، افرحي قلب أمك عشان قاعدة هنا في نكد. اتعينت في شركة أعالي البحار لسيد التونة. يا حبيبتي ألف ألف مبروك. يعني بينقوا أعلى حتة في البحر ويصطادوا منها التونة، ما تشتريها من البقال أقرب. انعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى أكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثة الرسمية لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من أوله لآخره. انتي بقى يا بتاعت التونة، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجأة. بصي كده ليه؟ اوعي تفتكري ان انا متضايقة انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحة. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدودة فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم، ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبلة وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونة ببلاش وبيضربي علبة وانت مروحة من الشغل وانت جاية من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبة هتكفي مين ولا مين؟ واحد في 7 × 7 تيتا، يعني 7 علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلص الواجب. لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصت. لما أقولك ما خلصتيش الواجب تبقى ما خلصتيش الواجب. خلاص. عادل، أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع صغنطة. موضوع إيه يا هانم؟
ماما قالت لي على كل حاجة. ايه؟ عايزة تشتغلي في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين وخمسة كيلو بوري وثلاثة كيلو بياض؟ بنتك تقول ايه؟ تقول ايه لاصحابها في المدرسة؟ تقول لهم امي المعلمة بلطية؟ امك ما تفهمش، قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع. هي الحكايه كلها ان انا جالي شغلانه كويسه جدا في شركه اسمها اعالي البحار لصيد التون. انا اصلا ما بحبش التونه، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا. ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقولي لي؟ ما انا كنت هوافق ما بين الشغل والبيت. توافقي ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانه دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيب الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطات تونة، ده أنا بموت في التونة، بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح. طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت أنا وأنت مع بعضينا، مرتباتنا مع بعض، ممكن تخلينا نكون ثروة سمكية كبيرة. يلا مش إشكال مش إشكال، المهم هتسلم الشغل ده إمتى إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله. على فكرة دول ادوني نص شهر مؤدب. يعني 4000 ناس محترمة قوي، يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، أصل الفرصة ما بتجيش الواحد غير مرة واحدة بس في حياته. يعني ده حاجة هايلة قوي، لازم تحافظي على الشغلانة. احنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على آخر أيامنا الحمد لله. أنا مش عارفة كده، مخنوقة متضايقة. إيه بس إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مضايقك بس؟ ياسمين يا عادل، ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بص يا ستي، ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي لي مزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي، نعمل دليفري من بره. لا 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 لا، سوشي ايه ودليفري ايه؟ لا 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 لا، احنا عايزين نوفر كل ما اللي هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء، تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال؟ بصي هتصرف اجيب لك الثلاجه كلها اجيبها لك هنا. يا 8000 يا يا رمزي. انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال، المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثة الرسمية لشركة اعالي البحار في البحر المتوسط. شركة اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسة دولة دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجة خطرة وكده يعني، ودي اعدائها كتير، دي دول عظمى دولة والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركة بتاع التونة. بقالة يعني؟ بقى زمتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقالة يا دولة. بقالة ايه يا اهبل؟ لا 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 لا. انت متخيل يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبة تونة دولة؟ لا لا لا، التونة دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي ولبنتي ولاشعاري. وبالمره بقى كان نفسي من زمان قصيده اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دولة يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دولة؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا ادول اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ده انا كان عندي طموحات يا دولة في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دولة بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. انا معاك يا دولة في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع التذاكر وخلاص. بص يا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟
يلا يلا يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. أخبار بقية الأكل إيه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، أنا ممكن أساعدكم أقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية اتستتت. أنا اللي هفتح لها. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الأكل كله خلص. ولعلمك بقى عملتلك بطاطس مية مية، وأنا عملتلك صينية مسقعة تستاهل بقك. وأنا بقى بقولك يا عادل، روح حضر لها مية بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفة يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جاية جعانة تاكل بس الأول. احكي لنا بقى عملتي إيه في الشغل؟ أنا اترفضت. إيه؟ اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكلة يا طنط؟ أمال إيه المشكلة؟ مشكلة إيه؟ مشكلة إن أنا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركة. أنا ما دعيتش للدرجة دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركة ولا لأ؟ مرضيش إديهولي. يا سلام، يا نهار أسود، ليه بقى مرضيش إديهولك ليه إن شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي أنا سببتها للشركة، ولازم أدفع بكرة الصبح وإلا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي، هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب 100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار. فعلا رمزي كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما تدفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفي كنت محوشت 3000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. وديه. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للليس ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام، اصيله يا حماتي. وانا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح احولهم دولارات عشان انت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام، اصيله يا نجلاء. وانا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حراميه حراميه، يعني انا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن واقعد لوحدي؟ عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ادي 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحراميه دول مش هينفع مش هينفع. بقولك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتح الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامع ايه اللي دلوقتي احسن؟ متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا اجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي. شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحه يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانيه واحده، انا اسف بس ارد على التليفون. الو. ايوه. لا ما هو الخبير جه من شويه وما لقانيش وهيجي لي تاني، وهو خد القطعه وان شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايه يا رانيا، ما احنا ما قدمناش غير كده.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك ب 100,000 جنيه مقبول الدفع. ايوه مع حضرتك انا عايز اعرف يعني ال 100,000 جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه انا صياد والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا وكل هبله وليها عذرها. ايوه وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حاف حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم وارمي سمكه القطو تطلع لي بطلعلط في الهواء اوزنها واقبط. ايوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه والست بتاعتك ليه عليها شيك ب 100,000 جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمي المغفلون. لا لو سمحت لو سمحت، نصبت عليا قلت اوكي وبمزاجي، لكن تشتم ما اسمحلكش. برافو عليك يا رن. هو ده استاذ عادل الخبير. جه الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام اللي انت عامله ده؟ اللي انت لابسه؟ قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه دول؟ ما انا اللي اجرت منه اللبس ما لقيتش لبس خبير، فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا ايه اللي انت عامله؟ مستر خشنب يخرب بيتك. ما هو غني التانية دول بقى. المهم خش على الشغل خش على الشغل. دي حتة آثار فرعونية أصلية 100%. والحتة الآثار الفرعونية دي بترجع أصولها لأسرة من الأسر المنتجة. أسرة منتجة إيه؟ وأنت جاي تبيع سرير ودلاب. ودي يا أستاذ دولا ما يقلش تمنها أبداً عن 2,000,000 جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك عجبتك. متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولا. عادل افتح حد مراقبك دلوقتي يقول ايه؟ بتهرب اثار يا عادل؟ ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100,000 جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه. مش انت برضو بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك ممكن حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب 2,000,000، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم. انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله هكيش لك بقيه المبلغ يا عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو معايا كل خير. اتفضل ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه. هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي انا كده معايا 100,050 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل، مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى 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 يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا ربنا يستر طريقك يا هانم. ماشي السلام عليكم. مع الف سلامه. حلو ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول تمن التمثال.